يعني سطرهم واحدة بعضهم ونبعت لك الرسالة ونقول لك أنت شكل الرسالة بروحك، هذا أمر مستحيل، لأن الشخص ده قايم ما يعرفش أنت شن تبي. فلازم تكون رسالتك واضحة، لازم تكون الرسالة اللي تكتبها أو هدفك اللي تفكر فيه لازم يكون عبارة عن شيء واضح المعالم. نبيك لما تعطيني هدفك وتوريهولي لازم نفهمه، طبعا مش شرط تعطيهولي وتوريهولي، ولكن لازم يكون هدف مفهوم وواضح.